رح يصير في اي مواجهه لاحقه، رح نحكي ايضا عن اسم فاروق الشارع، رح نحكي عن اللجنه الربعيه، ولكن قبل كل هول خلينا نحكي بعد عن حزب الله. نعم. يعني بملف المخطوفين بالبدايه، اول شيء خطفوا 11 لبناني الى سوريا، اطلق منهم اثنين، بعد في هنيك تسعه من بعد اطلاق اخر مخطوف يعني اللي هو الثاني، رجع تجددت المطالبه باعتذار للسيد حسن نصر الله. مؤخرا سمعنا ايضا مواقف عن المعارضه السوريه، ايضا كمان تطال يعني العمق اللبناني. اليوم السؤال الى اي مدى يمكن ان تنتقل الازمه السوريه الى العمق اللبناني وتحديدا الى عمق الضاحيه الجنوبيه، لانه عم نسمع انه ممكن يكون في احتمال لتفجير داخل الضاحية، هو يفجر الوضع اللبناني ويضع حزب الله بشكل مباشر بالمواجهة مع المعارضة السورية، وبالتالي بتفتح الساحة عمليا يعني. ال 11 هي كمان ما هو في سوريا بتزامنا مع انه في حديث عن مناطق عازله انه بين الحدود التركيه السوريه، اليوم الى اي مدى هذا الحوادث اللي عم بتصير على الحدود ممكن ان تسبب بافتعال مواجهه تركيه سوريه عفوا؟ حقيقه فينا نتحدث عن مزيد من الاشتباكات يعني انه او مواجهه جديده بين تركيا وسوريا هي ربما قد تؤدي الى تسويه ما بعدين، ولا ما في امكانيه لحصول هذه المواجهه؟ العائق سيقرر رئاسة ثلاثة، وبعض هؤلاء الزعماء هم يعني بكي عم بيحضروا هذه الطريق إلى رئاسة الجمهورية، رح نحكي بهذا الموضوع، ولكن اسمح لي أتوقف مع فاصل إعلاني ونعود. مش عارفين في هذا الموضوع صار عنده سنة ونص. ندموا في هذا الموضوع. مو أنا كنت أول وحدة حضرت للتحالف الأوروبي، هي أخطاء في معايير الفكرة. أنا متعاطفة معك، أنا عم بسألك. لا، بدك تكون متعاطفة، ليش بتبيني لي؟ السيد حسن نصر الله رح يحكي المساء في عنوانين اساسيين، الطائره يلي حلقت فوق فلسطين المحتله ويلي مثلت خرق يعني للسلطه الاسرائيليه، نص ساعه حلقت قبل اسقاطها، ماذا يعني هذا الكلام؟ هل حزب الله هو الذي يعني كان وراء هذه الحادثه حتى تورط حزب الله في سوريا؟ هون العنوانين اليوم سيتكلم عنهم السيد حسن نصر الله، ولكن قبل خليني استبق الحديث اليوم، الى اي مدى تعتقد انه ما بعرف اذا حزب الله منهم من قال انها استدراج للحرب كما حصل عام 2000. لا نسمع كلام سمعت السيد نستضيفك بحوار اليوم ومنعلق ادوار سوريا. وفي مقاتلين لقالوا في سوريا سقطوا هناك وشيعوا في لبنان، وعم نسمع الجيش السوري الحر عم بهدد السيد حسن نصر الله انه بيقدر يوصل الى قلب الضاحيه الجنوبيه، هل تعتقد انه يمكن ان ينتقل القتال من سوريا الى قلب لبنان بدءا من الضاحيه الجنوبيه؟ سوريا بعد ما يمكن خمس دقائق قبل ما نخلص تركيا اعجز من ان تخوض حرب مع سوريا. سوريا ولا حدا ما قلت لي ما ظبط فكره الفرع هو رجل عقلاني برأي تركيا طبعا لانه السوريون من هم من الممثلين الحقيقيين لهم. شكرا لك دولة الرئيس. وخلي ساعتها المسيحيين السوريين اليوم خلص وقت هذه الحلقه مشاهدينا، شكرا لمتابعتكم والى اللقاء. نرجع في قضية المخفيين قسرا في السجون السورية، كما نسترجع قضية اختفاء الإمام موسى الصدر ورفيقيه. ضيفنا اليوم في حوار اليوم النائب السابق حسن يعقوب، أهلا وسهلا فيك. وحكومية وطبعا زحلوية رح نحكي فيها وانتخابية. بداية عن ذكرى يعني هذه الذكرى، اليوم هو يوم العالمي، قديش أنتم راضيين عن مصير إذا بدك هذه القضية اختفاء والدك مع إمام موسى الصدر؟
احتفالية يعني.